النهاردة فنانة موهوبة سابت في الكام سنة اللي فاتت بصمة بأعمال درامية حولتها لواحدة من أهم فنانات جيلها. في الدراما عندها ميت وش كوميدي ورومانسي، وفي التراجيدي الناس حبوها وتعاطفوا معاها. ضفتي الفنانة نيلي كريم. يا نيلي ازيك؟ عاملة ايه؟ صحاب منورني. اتفضل. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك يا رب. وانت طيبة. جاهزة؟ أهم حاجة انت اللي تبقي جاهزة. لا أنا تمام. انت تمام وأنا كمان. قلبك جامد؟ جامد. يلا هنشوف أول فقرة معانا، يا صابت يا خابت. يا صابت يا خابت. خلي بالك أنا عندي أربع مدافع. أوكي. تلاتة وستة وتسعة واثناشر. ماشي. وإنتي كده كده هتلف العقرب ده خمس مرات. أوكي. إحساسك بيقولك أول لفة إيه؟ مدفع ولا لأ؟ مدفع اللي هو الأحمر يعني قصدك؟ مدفع. حسيت. أنا بقول لأ. إنتي بتقولي لأ؟ طب نجرب. لو جه مدفع مش هسألك سؤاله، عشان أنا بقولك مش هيجي مدفع. أوكي. طب ايه، اصدقك ولا ما اصدقكيش؟ الله اعلم. ايه من اولها كده؟ الله اعلم. انتي وشطارتك. ماشي يلا. من هنا؟ شفتي؟ بصي. هي دي لفة. انتي بتجيبي بايديكي. ماشي. انا عايزة لفة. لفة؟ دي لفة. ها؟ ها؟ عندك حق. شفتي؟ مش مدفع. السؤال رقم اتنين. السؤال رقم اتنين. بما انك كنتي باليرينا ومهتمية بالرقص عموما. بحب الرقص جدا. طيب ما وظفتيش ده ليه في اعمال استرادية؟ هقولك ليه. لان مش كفاية بس انك انت تبقي بتحبي الرقص، لازم يبقى فيه سكريبت تعمليه في عمل مثلا سينما، او زي مثلا عملت فوازير، بس لازم يبقى في دراما معينه او دراما لده. يعني مثلا لو فيلم استعراضي لازم يكون الفيلم اوريدي مكتوب ان هو استعراضي، فلازم يكون في ورق ومنتج مخرج، لازم الجهات كلها تبقى فعلا عايزه تعمل ده. احنا يعني ما عندناش ده في مصر خالص. لا هي الناس موجوده لوحدها، بس لسه ما فيش حد جمعنا كلنا بقى مع بعض ان احنا نعمل العمل. وخلي بالك عمل استعراضي مكلف، لان بس بيبقى مش بس تمثيل كفيلم عادي، انت بتحطي بلس في موسيقى، في رقص، في غنى، في حاجات كتيره قوي. هي مشكله ورق ولا انتاج؟ الاثنين. الاثنين. بس اعتقد هي مشكله انتاج الاول، لان المنتج المتحمس هو اللي بيدور على ورق كويس، وبعد كده بتمشي يعني الموضوع، يبقى في النيه للموضوع ده. اللفة اللي بعدها. اللفة اللي بعدها. أسئلة لطيفة خالص، شفتي؟ خفيفة، بس هي أكيد في بقى حاجة كده في النص هتيجي. جات لك أهي. مدفع. مدفع، مدفع إيه؟ هاخد سؤال؟ ده رقم تسعة، تالت بوكس. رقم تسعة؟ ماشي. أنتوا كاتبين الحروف باللاتيني ها؟ أيوة. مش الحروف ماشي. أقرأ؟ اتفضل. حصلت خلال مشوارك على جوائز كتير، بنسمع دايما مقولة ده فيلم مهرجانات وده فيلم جماهيري. في رأيك ليه معظم الأفلام اللي بتحقق جوائز بتشارك في مهرجانات وما بتحققش انتشار بين الجمهور؟ هو بصي انا هو فعلا ده موجود حقيقي، بيبقى فيه فيلم مهرجانات، فيلم بيبقى فني قوي ليه رؤيه معينه، بيبقى فيه مثلا ستايل معين لمخرج معين. لكن انا مع ممكن فيلم يروح مهرجانات وفي نفس الوقت يبقى فيلم الجمهور كمان تتفرج عليه وتشوفه. مفيش فيلم حقق المعادله دي. ليه فيلم المهرجانات بيبقى فيلم خاص، ممكن خاص في فكرته، ممكن خاص في إخراجه، مع إن هل ده يمنع إن هو ينجح في السينما ويحقق إيرادات؟ مع إن هقولك حاجة، بره يمكن في أفلام حققت مهرجان وفي نفس الوقت فيلم جاب إيرادات.
يمكن ال ال يعني انا اشتغلت فيلم 6 7 8 مع محمد دياب. الحقيقه اتعرض كان في السينما بس ممكن يكون ما جابش الايرادات الفظيعه، بس اتعرض في السينما وراح مهرجانات. فيلم اشتباك برضو ولما اتعرض على التلفزيون كسر الدنيا، اتعرض في السينما وراح مهرجانات. فيلم 1-0 اتعرض في السينما وراح مهرجانات بس اكيد ما جابش الايرادات الفظيعه اللي الناس كلها مستنياها، فاهمه؟ من ممكن يكون فيلم كوميدي خفيف. فالمعادله دي صعبه تتحقق. عايزه اعترف لك اعتراف. اتفضلي. ده ما كانش مدفع. ده ما كانش مدفع. بس انا قلت اعمل فيكي مقلب. انت عايزه انا عارفه ان انت كيوت كده وهاديه، فقلت ايه ما بتعمليش ادوار. سؤال بسؤال قلت يعني اصل الكيوتنس دي وراها حاجه، فانت يعني طب كده جاوبت على السؤال صح؟ انت كده جاوبت على السؤال. طيب ليكي عندي واحده. ليكي عندي اللفه اللي بعدها. الف برضو؟ ماشي. والله مدفع بجد. والله اهو بصي اهو. هو راح للاحمر. طب ايه ده؟ طيب ممكن تاخدي بقى انت، خلصنا السؤال ده، يا اللي قبله يا اللي بعده، اختاري بقى. يعني اي حاجه؟ ماشي يلا. خفيف؟ يلا. استني ابص فيه. يا سلام، لا خلاص اتفتح. طب ده سهل. استني. تدي نفسك كام من 10 في الثبات الانفعالي امام اي انتقادات أو كلام وحش عليكي؟ الكلام يعني اللي بجد، أنا عايزة جواب بجد. بجد 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 والله. بجد بجد بجد. يعني خليني برضو إيه 8-9. دي نسبة كبيرة. ما بتزعليش، ما بتهتميش أصلا. أصل أقول لك حاجة، لو أنا كنت اهتميت من كل حد بيقول تبطلت شغل من أول يوم كلام سلبي كنت زماني بطلت الشغلانه من اول يوم ظهرت فيه على الشاشه. بالظبط. ف بالعكس انا بالنسبه لي النقد بيقويني، لو هو فعلا في حاجه احاول اصلحها، لكن لو حد قال كلام وانا مش مقتنع بيه احب امشي لقدام واثبت نفسي. طيب سيبك من كلام السوشيال ميديا وده كله بالنسبه لنا ايه عادي. عادي بالظبط. لكن كلام النقاد، لو في ناقد طلع يعني اداكي انتقاد لاذع قوي، هتعملي ايه؟ لا يعني انا بسمع الكلام. خدي بالك، ما هو الناقد ده ناقد محترم وفي كذا حد كتير قوي، هسمع له. ممكن يكون عنده وجهه نظر ولو قابلته نناقش مع بعض، طب ليه عملت مثلا العمل ده، او ليه هو كان شايف ان ده مثلا ما كانش المفروض اعمله او عملته بالطريقه دي، نتكلم مع بعض، النقاش حلو. لكن النقد ما بزعلش منه. خدي بالك في فرق بين النقد وفي فرق بين كلام اللي هو اللاذع، كلام بيتقال كده وخلاص، عارفه بتاع اللجان بقى ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها. اكيد انت عارفاه برضه. اكيد يعني طبعا كلنا عارفين. كلنا عارفين والله، بقيت بحبهم جدا. صح. بس انت عمرك ما فكرتي مثلا نمتي ليله زعلانه من ناقد معين، من زميله معينه انتقدتك بطريقه مش لطيفه؟ لا يعني ما عنديش حاجه. كبري دماغك. لا مش فكره بكبري دماغي، بس هو حقيقي ما فيش حاجه حصلت. ولو فعلا بالفعل مثلا حاجه احب ان احنا نتكلم مع بعض، نواجه بعض، او لكن ما احبش انام زعلانه ولا انام حد زعلان. اللفه اللي بعدها. اللفه اللي بعدها ده خلاص صح؟ شفتي الغامك حلوه ازاي؟ ماشي. ده كتير لسه كتير؟ لسه لفتين بس مش كتير. انت مش عايزه تقعديني مصممه. حنار ابيض. السؤال رقم 8 ده بصي قبليها بايه؟ تجربتك في مسلسل الجسر مع عمرو سعد شايفاها ازاي؟ كانت تجربه حلوه جدا، مختلفه. طب يعني ليه ما نجحتش؟ ممكن يكون كان الموضوع غريب شويه برضو على الجمهور. لكن انا بحب بيتر ميمي قوي، واشتغلنا مع بعض كاسابلانكا، طلعت معاه ضيفة شرف. فالحقيقه بيتر لما قال لي على مسلسل الجسر تحمست، لان كل الاجواء فيه كانت غريبه. يعني حتى ان هو ممكن يكون ما نجحش على مستوى المشاهده، انا حسيت ان عمل مختلف. كان يمكن انا وجهه نظري كان عايز يتعمق اكتر. يعني الناس تكاد تكون ما تعرفش اصلا انك عملتي حاجه اسمها الجسر، هي عدت مرور الكرام كده. بس دي صدقيني مش مشكله بتبقى الفنان او المخرج او الكاتب، على قد ما بتبقى مشكله العرض نفسه.
والدعايه بتاعت العرض، وفي حاجات كتير بتبقى معتمده على الدعايه الاكسبوجر بتاعها، يعني دي حاجات مهمه قوي ما خدش حقه في العرض. في كلام كتير عن عمرو سعد ان هو بيتدخل في الورق وبيحجم النجوم اللي معاه، دي حقيقه؟ لا مش حقيقي. مش حقيقي؟ لا، عمرو فنان و طب ليه تهجدي؟ بيفهم حقيقي، بيفهم في الدراما، ولان هو كمان بيكتب، ويعني كنا طبعا بما اننا بنشتغل مع بعض كنا بنتكلم على افكار لمشاريع وقصص مختلفه. بيحب مهنته قوي، بيقرا كتير، فيمكن الناس اللي اشتغلوا معاه، انا ما اعرفش معايا انا ما حصلش كده، بالعكس النقاشات الفنيه معاه ممتعه جدا. وواحد فعلا بيستمتع لما بيتكلم مع حد مثقف، حد عنده رؤيه، حد عنده افكار. دي صدقيني مش بتلاقيها برضو كتير. يعني اخر لف، اخر لفه، اخر لفة. اخر لفه وعد والله. ها نيلي كريم بتخاف؟ أيوة. من اللي هي تكبر؟ لا، كلنا هنكبر، ده شيء عادي. عملت كام عمليه تجميل لحد دلوقتي؟ لا، عمري ما عملت عمليه تجميل. هتعمليها امتى؟ هعملها امتى؟ والله لما احس ان انا فعلا عايزه اعملها. يعني انا اعتقادي عمليات التجميل والواحد عايز يحسن من شكله، ده بيبقى لتحسين نفسيتك يعني. وبفهم ده جدا، ممكن يكون في ناس بتبقى شايفه في حاجه معينه عايزه تصلحها في وشها عشان يحسوا بالثقه. بس انا بالنسبه لي مش هقول لك عمري ما هعملها، بس ما اعرفش امتى، وممكن ما اعملهاش، ما اعرفش. اسالك سؤال بطريقه تانية. اتفضلي. عايزه تحاوري في ايه؟ لا خالص والله مش حاجه، بس يعني امتى الفنان ممكن يقول لا يا جماعه انا مش هعمل دور الشاب تاني، انا الناس مش هتصدقني بقى؟ ما هو حسب الشاب يعني. يعني اقول لك حاجه، انا مش هعمل بنت مثلا متخرجه من الجامعه. مع ان انت قدام الكاميرا تدي كده وانت في الحقيقه اصلا صغنونه قوي يعني يا نيلي. لا انا قصدي بيبقى في مثلا مراحل عمريه، زي مثلا لما عملت ذات، انا كنت عامله من سن 18 لحد حاجه و60 سنه، فهي الدراما بتحكمك، بتصغري، بتمشي مع الدراما، ده موضوع تاني. فكرة هعمل ايه، انا لازم برضو اقرا سكريبت الموضوع بيتكلم على ايه. لكن هو ما حدش بيمثل بالبطاقة بصراحة، لكن في بتبقى حاجات مصداقيتك انت للشخصية اللي انت بتقدميها، هل انت قادرة؟ ممكن تبقى في سياق درامي في حاجة، بس لازم الممثل يبقى مقتنع بيها ويبقى مقنع في الدور اللي بيعمله. لما بتشوفي اي نجمة من النجوم مثلا، هي نجوم كبار بس بتعمل دور مثلا بنت في الجامعه وهي ما تتصدقش، ما شفتش حد كده. اعتقد في جيل كتير قوي من الجيل الجديد دلوقتي موجودين ويقدروا يقوموا بالشخصيه دي، الا لو في تويست مثلا في فيلم او مسلسل. انت بتتكلمي ما بعد وما قبل، في سنين عدت، برضو الدراما بتحكمك والكتابه بتحكمك، فما تقدريش تقولي كده في المطلق يعني. مثلا انت زي القمر حبيبتي. وانا خلصت مدافعي، بعد الفاصل نكمل حلقتنا. هنقعد اخيرا. انا الحمد لله. امتى نيلي كريم ممكن تعتزل الفن؟ اعتزل؟ لما اتفرجتي على فيلم خط دم وشفتي الجرافيك بالمنظر ده، كنت راضيه؟ ليه متمسكه بالعدل جروب تحديدا؟ الحياة فيها ناس بتستحي وناس وشها مكشوف، والفقرة دي يعني اللي انت وشك سوف. وشك سوف من غير كسوف. امتى نيلي كريم ممكن تعتزل الفن؟ اعتزل؟ اه اصل هي كلمة كبيرة قوي. لا، انت قرري تقولي يا جماعة انا مش قادرة استحمل. مش قادرة استحمل الفن ولا مش قادرة استحمل اني امثل؟ الشغل. في فرق. لا انا بحب الشغل وضغوط الشغل انا بحب الشغل جدا. وقت الضغوط طبعا اكيد بتعب. ممكن ما امثلش،
بس اكيد هعمل اي حاجه ليها علاقه بالفن. ما اعرفش، بحب الفن. تنتجي؟ يعني عمري ما هنتج لوحدي، واحد ما عندوش الفلوس دي ان هو ينتج، لان الانتاج صعب جدا عشان تنتجي على فكره. لان انا وجهه نظري الانتاج مش فلوس، انتاج ازاي تقومي فكره بحالها، رؤيه كامله، رؤيه كامله، اختيارات تبقى مظبوطه، سكريبت، مخرج، ممثلين، موضوع ازاي تكونيه. ف دي حاجه بحب اعملها. بحب عندي افكار كتير مثلا لافلام او لاعمال، لكن فكره التمثيل مش هعتزل عشان انا قررت ان انا اعتزل، لكن ممكن اخد بريك شويه. مش قادره لما بتشتغلي كذا يعني حاجات ورا بعض بتتعبي، فبتحتاجي اجازه طويله شويه. لكن ما عنديش فكره اللي هو اعتزل الفن، ده كلام كبير قوي. يعني مش بتخافي من وقت يجي فيه يعني الاضواء حيجي على حاجات معينة؟ الوقت ده طبعا هيجي، اكيد هيجي وقت. و انا مش بدور على، خدي بالك، على الاضواء، لكن بدور اني اعمل اعمال ابقى مبسوطه بيها، اكون فرحانه وانا بشتغل، اكون مبسوطه في العمل اللي انا بعمله. ممكن اعمل عمل واحد في السنه انا راضيه بس، وانا رايحه ومبسوطه ان انا بعمل العمل ده. الشهره اخذت منك ايه؟ هي اخذت مني اكيد وقت كتير، اخذت مني صحه، اخذت مني مجهود كبير. يعني حريه؟ لا، ما اخذتش مني، يعني اخذت مني حريه ال 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 طبعا لما ما بيبقاش عندك شغل بتبقي حره، تقدري تسافري اي وقت، ما تجيش، ما لكن هي الشغل علمني الالتزام والانضباط. يعني اهم حاجه الالتزام اعتقد، لان انت طول ما انت بتصوري حاجه بتبقي ملتزمه طول الوقت انك انت لازم تخلصيها، تعبانه، عيانه، في مشروع انت بتشتغلي فيه فلازم يخلص. يعني هو اداني، يمكن خد مني حاجات زي ما عرفتش يمكن اعمل حاجات تانية كان نفسي اعملها واخد وقتي، اخد راحتي فيها، لان مفيش وقت. خد مني وقت، خد منك مني وقت، وقت بس، منك مثلا وقت الحاجات اللي هو حريه بتتحركي براحتك. انا بتحرك براحتي، بتمشى في اي حته براحتي، وبتمشي في اي حته في اي مكان هروح، وبعمل كده وبنزل اي حته بروح بصراحه. بتتعاملي عادي؟ عادي جدا، ما عنديش ال ال بتستخبي ولا بتتعاملي عادي؟ لا، بتعامل عادي. الله عليك. يعني بالعكس، انا بحب اكون موجوده في وسط الناس واروح اماكن شعبيه وبمشي عادي. يعني هيحصل ايه؟ يعني هتصور مع ناس هتسلم عليا. اكتر مكان رحتي شعبي كان فين؟ رحت وكاله البلح مثلا، خذيني معاك عشان عايزه اروح. وكنت لابسه نظاره، بس كنت لابسه نظاره شمس عادي، مش مستخبيه يعني. فلقيت ناس بتقول لي احنا عارفينك بورد، قلت لهم والله ما انا مستخبيه يعني. بس بالعكس بحب اروح اكون موجوده في وسط ناس، يعني دي حاجه تسعدني. من غير كسوف، اتفضلي. لما اتفرجتي على فيلم خط دم وشفتي الجرافيك بالمنظر ده، كنت راضيه؟ لا، بصي اقول لك حاجه، هو فيلم خط دم ده انا عارفه ان انت هتكلميني ان هو تهاجم هو كان كوميدي اصلا؟ لا، هو ما كانش كوميدي، ما كان ايه بقى؟ هو كان فيلم دراما، واكشلي السكريبت بتاعه كان حلو. رؤيه المخرج اللي يمكن ما عجبتش الناس، يعني دي كانت وجهه نظره. اللي مضحك بقى بعد كده الناس طلعت عملت خدت الفيلم وعملت منه حاجات قصيره وقلبته كوميدي. يعني بعد ده بقى كله كوميكس اصلا؟ بقى كله كوميكس. وانا اتفرجت على الكوميكس وانت دي على فكره اصلا وتحكت. في نشرها انا اتفرجت على الكوميكس دي وضحكت و اللي هو اللي انتوا شايفينه تمام، انا تمام. بس يعني طبيعي حاجه زي كده تحصل، فما من هنا من الفيلم خط دم ده طلع مدام نيلي. ما اتضايقتيش؟ اللي فورمتها مظبوطه بالميلي. لا، ما اتضايقتش. لا، من غير كسوف. ايه سر
تمسكك بالتعاون مع العدل جروب. ليه متمسكة بالعدل جروب تحديدا؟ أكيد بيجيلك عروض من شركات تانية بأرقام تانية، بس ليه متمسكة بالعدل جروب؟ بتخافي من التغيير؟ لا لا خالص خالص. يعني أنا وأستاذ جمال اشتغلنا مع بعض، أول عمل كان مسلسل سجن النساء، وبعد كده يعني لمدة 9 سنين لحد دلوقتي، دي السنة التاسعة، ده 10 مسلسل أعمله بالمناسبة. يعني ما شاء الله. أنا قعدت أفر كده المسلسلات، قلت يا نهار اسود 10 سنين. أنا تعبت من المجهود، من المجهود طبعا. فمهم جدا تبقي مرتاحة مع الشركة اللي بتتعاملي معاها. صعب قوي الفنان يفكر لوحده. لما بيبقى وراكي شركة إنتاج قوية، مش بس بتهتم إن اللي تعمل مسلسل، لأ، يعني بنقعد نفكر طب إيه المسلسل الجديد اللي أقدر أقدمه؟ إيه الحاجة اللي أنا ما عملتهاش؟ فالحقيقة أستاذ جمال موفر لي ده، فأنا برتاح جدا من الناحية الفنية. والموضوع مش موضوع فلوس، فاهمة؟ انت ممكن تاخدي الرقم اللي انت عايزاه بس مش مرتاحة من اي حد، لكن هتعملي ايه؟ يعني في مجهود كبير قوي هيفضل عليكي، انت اللي تدوري على السكريبت، انت اللي تدوري على الحاجة اللي هتتعمل. انا مرتاحة فنيا بصراحة. أقولك إشاعة طالعة عليكي إن أنتي شريكة. لا لا خالص. مع العدل جروب عشان كده بينتجولك على قده. لا لا لا. الكلام ده مش حقيقي، يعني عشان مش محتاجة أبقى شريكة. طالعة يعني. عليكي أنتي ويسرى تحديداً. لا لكن الفنانة يسرى طبعاً بتشتغل مع أستاذ جمال من زمان، من قبلية طبعاً بكتير. لكن هو بصي، هو يعني أنا سمعت برضو إشاعة إن أنا عاملة عقد احتكار، ده مش حقيقي. لا بالعكس. أنا بشتغل مع كل الناس، لكن هي بتبقى راحة فنية. الكيمياء مع العدل جروب. بالظبط، راحة فنية، وكل سنة بنقدم عمل مختلف، ويا إما عمل بيناقش قضية، يا إما يعني عارفة هتلاقي على مدار ال9 سنين اللي فاتوا ما عدا مسلسل ذات، لأن ذات كنت عاملاه مع أفلام مصر العالمية أستاذ جابي خوري، هتلاقي مفيش عمل شبه التاني. يعني ال9 مسلسلات مش شبه بعض خالص، كل واحد مخرج مختلف، على موضوع مختلف، على بتناقشي حاجة مختلفة، فمالهمش علاقة ببعض خالص. من غير كسوف، اتفضلي. بتسمعي راب ولا مهرجانات؟ والله بسمع الاثنين، بسمع راب وبسمع مهرجانات. اكتر حاجة معلقة معاكي انهم؟ يعني انا بحب ويجز قوي. ويجز؟ بحب ويجز جدا. حافظه له حاجة؟ لا حافظه له حاجات كتير، بس انا مش بغني، فما تطلبيش مني اغني لو سمعت. تي غنيتي في 100 وش؟ بس حاجه يعني حاجه كوميديه كده على قد يعني. من غير كسوف، بنسمع بعض النصايح بتقول الست العاقله لو عرفت انها بتتخان تسكت عشان بيتها. انت من النوع ده؟ لا. برافو. لا يعني بصي، اول قرار بتاخذيه ايه؟ يعني الاثنين لو مش لاقين تفاهم مع بعض، يعني خلينا نقول كده مش متفاهمين، مش مرتاحين، ولا تخني ولا خونك، ولا تيجي جنبي ولا تيجي عليا، نسيب بعض في امان وسلام ونفضل صحاب وخلاص، يعني موضوع اسهل. انت لو اكتشفتي ده بتعملي ايه؟ لا انا بسيب. بصي انا ما احبش حد يدوس لي على طرف في اي حاجه بصراحه. لو انت مش موجود في حياتي اصلا. لا يعني انا ما تربيتش على نظريه ضل الراجل ولا ضل الحيطه دي خالص. لا انا يعني اتربيت على نظريه ان محدش هيفيدك غير نفسك في الاخر. انا بحب الست القويه، الست معتمده على نفسها، وما بحبش حد يجي على حد، ولا انا اجي عليه ولا هو يجي عليا. يعني الحياه حلوه وفيها حاجات كتير قوي ممكن واحد يعملها، غير ان هو يركز في المشاكل اللي هتلاقي في الاخر ملهاش نهايه، وكل ما بتحاولي تلصمي هتلاقيها بتخرب اكتر. يعني أكتر دي وجهه نظري انا شخصيا. وجهه نظر انا معاكي جدا، واكيد كل الستات قلبا وقالبا معانا يعني. وطبعا انا عارفه ان جوزك هشام يعني زي ما بيقولوا العوض الجميل. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. الحمد لله. كلميني بقى عن احساسك ايه الجوازة دي؟
احساسي. بصي بصراحه انا يعني قبل ما نقرر نتجوز يعني ما كانش في دماغي، شلت موضوع الجواز ده من دماغي تماما. انا فاكره اليوم ده كويس قوي، قلت الحمد لله ربنا مديني حاجات كتير، عندي شغلي، عندي ولادي، و بس انا مبسوطه كده واحمدك يا رب واشكرك والحمد لله. فكان فكره الجواز دي بعيده عني خالص حقيقي، اللي هو انا مش عايزه اوجع دماغي خالص خالص ولا اي حاجه. وموضوع حصل كده، عارفه يعني احنا كنا اصحاب في الاول، اعرف رامي اخو هشام، اعرفه كويس قوي قبليها بفتره، وبنخرج مع بعض عادي، عارفه اصحاب، ما فيش في دماغي اي حاجه خالص. لحد ما في يوم كده قال لي ما تيجي نتجوز. قلت له بصراحه يعني مش في دماغي، يعني حقيقي مش في دماغي. يمكن لما واحد بيكبر بيبص للجواز بطريقه مختلفه. اهم حاجه تكونوا صحاب، الصداقه دي مهمه قوي. مهم ان كل واحد ياخد حريته في افكاره، في وقته، في شغله، في حياته، في شغله، في حياته، في ارائه كمان. يعني هو ممكن يقول لي رايه بصراحه من غير ما يحسس عليا، يقول لي هتزعل مش هتزعل، وانا كمان بقول له رايي بصراحه. الحاجات دي مهمة قوي، يعني بلاش نتجمل قدام بعض، لكن خلينا كده كل واحد عارف عيوب التاني ومشاكل التاني. ده أحسن كتير وأسهل كتير فيما بعد. لو احنا في حياة بعض عشان نبسط بعض هنضايق بعض، نبسط بعض، نرازي بعض، نستمتع ببعض وبالوقت، ويعني في حاجات كتير قوي تتعمل في الحياة إيجابية من غير كسوف. في فنانين كتير قوي بيرفضوا شغل ولادهم في الفن. انت ممكن ترفضي حد من ولادك يدخل المجال الفني؟ لا خالص، عادي خالص. هقولك ليه. في الاخر الولاد عموما او اي حد انت مش هتفرضي عليه حاجه. انا بس مع ان لو هتعمل اي حاجه لازم تكون قد المسؤوليه دي. مقتنع بيها جدا، مقتنع بيها جدا، وفعلا بتحبها قوي، لان مهنتنا صعبه مش سهله. هو الناس بتاخد مهنه مزهر. الفن اللي هو ريد كاربت والناس لابسه ومهرجان، دي لقطه كل سنه بتحصل كل سنه مره لمده يوم. لكن بعد كده حقيقه المهنه مش كده، مش وردية كده. بتعاني عقبال ما تدور على العمل الكويس، بتعاني وانت في التصوير، بتنتظر بعد ما العمل ده يتعرض، الله أعمل لم ينجح ما ينجحش. طول الوقت بتبقي قاعدة على أعصابك ومستنية، هي مهنة الانتظار. يعني يمكن المسرح حتى أسهل، لأن المسرح بتشوفي رد فعل الجمهور في ساعتها في وقتها. السينما او الفيديو بعد العرض بقى بتستني عقبال ما بتخلصي التصوير وبيتعرض، وبعد كده بتشوفي بقى رد فعل الجمهور، يا تنجح يا تفشل، يا 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 حاجات كتيره قوي. فطول الوقت انت قاعده مستنيه ايه اللي هيحصل. طب هننجح مش هننجح، الناس هيعجبها مش هيعجبها، طب انا كويس انا وحش. انا طول الوقت الستريس ده في حد ذاته طول الوقت بيوترك جدا، بيوترك ومش بيخليكي تعيشي حياه طبيعيه بتاعت البني ادم الموظف اللي راح الشغل ورجع وكل ونام وشرق. يعني فاهمه، طول الوقت انت عايشه في توتر ودايما عايزه تبقي احسن، وفي منافسه جامده. وانا بتكلم على عموما على المهنه يعني. فدايما بقول لو عايز حد فيهم يدخل لازم يبقى عارف هو قد ده ولا لا، قد ده ولا لا، لازم يجرب نفسه. بس انا مع ان كل بني ادم لو نفسه في حاجه يعملها. نفسك في الحاجه دي اعملها، جرب. لكن ضد اللي هو انا كان نفسي اعمل مثلا كذا بس انا ما عملتش، انا خفت. يعني التجربه دي مهمه قوي، يعني التجربه شيء مهم. خلصت فكرتي، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. يا سلام شفتي؟ طب حلو.
حملك الفترة الأخيرة وتأجيل كل أعمالك الفنية، خلافك مع المخرجة كاملة وذكري وعدم التعاون ما بينكم في مسلسل تحت السيطرة، خلافك الكبير مع زينة في مسلسل لأعلى سعر. إيه ده بجد؟ أي فنان في الدنيا حياته مقسومة بين كلام النقاد وكتير من الإشاعات، والفقرة دي كفاية عليكي 3 إشاعات. إشاعات إشاعات إشاعات. إشاعات حملك الفترة الأخيرة وتأجيل كل أعمالك الفنية. زي ما أنت شايفة مأجلة فعلا كل أعمالي الفنية. طب ليه بيطلعوا عليك الإشاعات دي كل شوية؟ اي واحد يعني خلاص يعني اتجوزت النهارده الاسبوع اللي جاي طلع اشاعه، ممكن يكون عشان اتجوزت فقالوا لك يبقى خلاص اكيد بقى مستنيين النونة هتخلف وبتاع، وانا كمان يعني مستنيه. طيب مخططين لكده ان شاء الله ولا مش عايزه اجيب بيبي تاني دلوقتي؟ يعني بصراحه مش مفكرتش دلوقتي يعني، يعني سابها شويه. اشاعه خلافك الكبير مع زينه في مسلسل لأعلى سعر، وإن الكواليس كانت مشحونة بقى وإيه جايبين شعر بعض يعني. إيه ده بجد؟ لا مفيش أي حاجة خالص من الكلام ده طبعاً، اشتغلنا مع بعض وكان عمل ناجح و حصلش أي خناقات؟ خالص عمرنا. ده قالوا كان في خناقة كبيرة جداً وكان في ناس بتحجز ما بينكوا. يا للدرجة دي؟ لا 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 خالص، بالعكس يعني هي علاقتنا في المسلسل كدراما يعني كانت كان فيها مشاكل الحقيقة، لا مشاكل درامية، يمكن الناس اختلطت بقى اللي موجودة على الشاشة بالحقيقة. لا خالص مفيش أي خلافات. طب ليه بيطلعوا نفسهم؟ نفسهم يعني مين دول نفسهم؟ يعني انت فاهمة في شوية حاجات أخبار تنزل، اتنين اتخانقوا مع بعض فاهمة مش عارفة ايه، فدايما عايزين كده شوية سبايسز. سؤال خبيث شوية، اتفضل. اللي بيطلع الإشاعات دي حد زميلة منافسة؟ لا من زميله ليه يعني، مش على فكره الناس واخده يعني الموضوع غلط، يعني احنا كممثلين علاقتنا كويسه ببعض يعني بنسبه كبيره جدا جدا جدا، بما ان العلاقات بتبقى كويسه وعاديه بيبقى لازم يبقى اخبار. لا بيتقال تنزل. بقى لا بيتقال ان هم علاقتكم كل علاقاتكم كويسين ببعض وانتوا قدام بعض، لكن بقى الحرب بقى تشتغل في الكواليس. ايه الحرب تشتغل في ايه؟ كل واحد بيعمل عمله بيجتهد فيه وبيتعرض، الجمهور هو اللي يقرر ده حابب العمل ده مش حابب العمل ده، يعني مش احنا يعني. لو انت قاعده فاضيه في رمضان مش بتصوري، خلصتي كل حلقاتك، بتقعدي تشوفي مسلسل مين اللي ممكن يبقى منافس ليكي، او مين عمل ايه، مين مسمع عني؟ لا مش ببصلها كده يعني. انا والله لسه من كام يوم كنت هكتب بوست على الفيسبوك وبعد كده تراجعت وقلت يعني مش إيه مش عايزه اوجع دماغي يعني. مسلسلات رمضان احنا مش داخلين في الاولمبياد، هو مش اولمبياد اللي هو مسابقه رمضانيه يا جماعه، مش كاس عالم، هو مش كاس عالم. الموضوع مش كده خالص، كل واحد بيجتهد في المسلسل اللي هو بيعمله، وانت مش متخيله قد ايه كل واحد بيبقى مطحون وشايل هم شغله، الحاجه اللي الناس بتصور على وحدتين وناس بتصور معرفش بعيد فين، وكل واحد عنده صعوبات في التصوير اللي هو بيعمله، بيبقى مركز في شغله قوي ما بيبقاش عنده وقت حتى يروح البيت ينام، فاهمه؟ فما بتبقاش كده. لكن طبعا اكيد بالنسبه للسوشيال ميديا برضو بيبقى حلو يحطوا بقى والمسابقة ومين أحسن ومين مش عارفة إيه، وبيبتدوا يسبقوا على المسلسلات من قبل ما المسلسلات تتعرض ولا يبقى لها أي حاجة، بس بيبتدوا يتكلموا ومعظم الكلام بيبقى كلام مش حلو. إشاعة خلافك مع المخرجة كاملة وذكري اللي أنا بموت فيها أصلا، وعدم التعاون ما بينكم في مسلسل تحت السيطرة. أولا يعني أنت بتموتي فيها وأنا بعشقها. تحت السيطرة ما كانش مسلسل بتاع كاملة خالص، مسلسل كان اتقال ان هي كان ليها واختلفتوا بعد كده اخرجوا تامر محسن. مش حقيقي الكلام ده، لا لا دي كانت فكرة
تامر محسن ومريم نعوم، وهم كانوا بيشتغلوا عليها من بدري، بقى لهم كذا سنه كانوا شغالين عليها. فانا لما جيت كانت اوريدي السكريبت موجود والمخرج موجود، وده مش حقيقي خالص. لا لا مش حقيقي، يعني معلومه اللي كتب كده معلومه خاطئه، يعني مش ما ينفعش يبقى في خلاف بيني وبين كامله، لان دي حبيبه قلبي واشتغلنا مع بعض كتير جدا وعملنا اعمال ناجحه، ذات وسجن النساء وميت وش، فيلم يوم للستات، فيلم 1-0. فهتلاقي يمكن كامله اكتر مخرجه اشتغلت معاها حقيقي. هما لما بيلاقوا اي نجم مرتبط بمخرج معين او معاه على طول، هي دي بقى ممكن تبقى غيره معينه بالظبط، فسبتيها مثلا في مسلسل لا يبقى خناقه. لا انا عمري ما سيبها، لا كامله فنانه، وهي ما بتحبش تشتغل كتير، يمكن لسبب ان هي بتنقي وبتقعد تفكر كتير قوي على المشروع اللي هي تعمله، مش اي حاجه تجيلها، لا لازم تاخد وقتها وتفكر وتحضر. يمكن عشان كده كل عمل هي بتعمله بتحط فيه بصمه كبيره. لازم يكون عمل ناجح جدا طبعا، دي حقيقه. فدي اشاعات اصلا. انا اشاعاتي خلصت. خلاص خلصت؟ طيب نروح للفقره اللي بعد كده. وانا وانتي بعد الفاصل على كرسي الاعتراف. ماشي يلا بينا. يلا بينا. تقري وتعترفي انك جملتي جوزك في ضمه لمسلسلك الجديد؟ قري وتعترفي ان باسم السمره لما قال ان نيلي كريم اتعلمت مني التمثيل انا وانتصار في ذات كان عنده حق؟ تقري وتعترفي ايوه ان اللي شافوا بوستر عمله نادره قالوا ملامحك مش سعوديه كان عندهم حق؟ اكيد لا. الناس في الحياة نوعين، نوع يغلط ويعترف ونوع يكابر ويختلف، وعلى كرسي الاعتراف هتقر وتعترف. كرسي الاعتراف. يا نيلي. ايوه. تقري وتعترفي على الكرسي ده لازم واحد يعترف. هتعترفي هتعترفي. تقري وتعترفي انك جملتي جوزك في ضمه لمسلسلك الجديد؟ لا خالص، مش حقيقي الكلام ده. الناس طلعت وقالت انك بتجامليه ومن الاخر يعني بتفرضيه على اي كرو مسلسل. لا بس ده مش حقيقي خالص. هشام ابتدى يمثل قبل ما يجي مصر اصلا، وعنده كاستنج ايجنسي بتاعه في امريكا، واشتغل مع مسلسل فنانه يسرى من قبل ما اعرفه بسنتين، يعني من فتره طويله. ده مش حقيقي خالص. طب هو ليه طلع قال انه مفيش مشاهد بتجمعوا بيكي في رمضان؟ في الاول السكريبت ده حقيقي، لان خلي بالك احنا المسلسل بناخده ما بيبقاش فيه 30 حلقه مكتوبين، ففعلا هو ما كانش فيه مشاهد بيني وبينه، دي حقيقه. بس هل في مشاهد بتجمعكم ببعض قدام؟ في مشاهد وحلوه جدا. اتضايقتي من الناس اللي قالوا جملة كده ان احنا على طول بنشوف ابناء العاملين هم اللي موجودين في الساحة؟ يعني دلوقتي بقت الموضة ازواج الممثلات. لا ما اتضايقتش، بس عايزة اقولك حاجة، هو دايما في بداية مشوار اي حد لازم يبقى فيه نقد بيحصل واراء مختلفة لحد ما الواحد بيثبت نفسه، يعني انا بقيسها على نفسي حتى، يعني اول لما طلعت كلام كتير اتقال سلبي، ولحد ما الواحد بيثبت نفسه. والسينما بالذات او التلفزيون ما فيهوش واسطه. لو عندك قبول، ناس بتحبك، بتكمل اعمالك، هي اللي بتثبت خطواتك، فكل ده لسه قدام يعني. ماشي اوكي ما فيهوش واسطه، بس في بدايه طرف الخيط من قبلي بصراحه. مش انت صاحبه الفضل فيها يعني؟ لا. مخططين لرمضان 2024 ولا لسه؟ انا لا، انا مش مخططه بصراحه. ولا هو مهنتنا في مصر يمكن بالذات ما بتبقيش عامله بلان قوي انت هتعملي ايه للسنه الجايه، ما بنحسبهاش من سنه للسنه، لكن بيبقى في مشاريع مثلا عايزه تعمليها بتاجليها، لكن بتبقى حاجات قريبه، لكن ان انت تخططي انك انت
23 هتعملي ايه في 24؟ دي بتبقى صعبه جدا. ايه المشروع اللي انت مأجلاه ونفسك تعمليه؟ عندي فيلم سينما اسمه برشامه، اخراج خالد دياب، وده يعني فيلم سينما ان شاء الله. تقري وتعترفي ايوه ان اللي شافوا بوستر عمله نادره قالوا ملامحك مش تعضيه، كان عندهم حق؟ اكيد لا. ليه؟ يعني هو ايه الشكل الملامح الصعيدي؟ بيقولوا ان الشكل نفسه ما يديش صعيدي قوي، دي ملامح اوروبي يا جماعه مش ملامح صعيديه. يعني انا ما اعترفش بده، يعني لو بعض الناس شايفه كده حقهم يشوفوا اللي هم عايزينه، يعني مش هتجبري حد يشوف اللي انت شايفاه او اللي انت حاساه. وفي الاخر برضو ارجع اقول لك شغلك هو اللي بيحكم. انا عملت حاجات اعمال كتير قوي ناس ما كانتش متوقعه، مثلا مسلسل سجن النساء لما عملت دور غاليه، الناس كانت نيلي كريم وهتعمل سجانه ازاي، والحمد لله المسلسل نجح واتعرض وكسر الدنيا الحمد لله ونكتي على مصر كلها الحمد لله. فهو مش هو بيبقى مش بالشكل. وانا ضد اساسا الانتقادات اللي بتنزل من البوسترات او حتى من الدعايه. الناس تتفرج على العمل الاول، انا معاكي كده، اشوف واحكم الاول. بالظبط، اتفرج اشوف واحكم الاول. وحتى النقد ليه اصول. انا ضد ان اي حد اي ناقد يقول المسلسل مثلا كله وحش على بعض. مفيش حاجه اسمها حاجه وحشه كلها على بعض، اطلع الحاجات الايجابيه وبعد كده اتكلم على السلبي او عكس صحيح. بس ده تعب ناس، مخرجين، ناس ورا الكاميرا، ممثلين، انتاج. انا بتكلم على اي مسلسل على فكره، مش بتكلم على شغلي انا بس، اي حد من الزملاء. انك انت تقعد تكتب نقد وتكتب اراء سلبيه قبل ما يتعرض، قبل ما تشوف فيه حاجه غلط. طب اقول لك حاجه؟ اتفضلي. الناس بتتريق على كلمه ظروف قاسيه، وبيقولوا بقى ظروف قاسيه ايه؟ دول بياخدوا قد كده، دول نجوم ستار، وايه 14 ساعه في اليوم، في ناس بتشتغل شغلانتين وبياخدوا رقم يعني ملاليم. ممكن تقول لهم الظروف القاسيه؟ عايزه اقول لك اللي بتعاني انت منها شخصيا. طبعا يا ريت تقولها. اولا انا عشان اروح اللوكيشن بتاعنا، انا بتكلم على المسلسل اللي انا بصوره دلوقتي، في ساعه ونص في العربيه في مكان قاسي جدا، قاسي البرد، وبتعيشي اجواء يعني صعبه، بتقفي على رجلك بال14 وال18 ساعه، وساعات بتطبقي يومين ورا بعض. وده بالنسبه للكرو كله، يعني مش الممثلين بس. ورا الكاميرا بيبقى فيه ناس كتيره قوي، من عمال الاضاءه، الاكسسوار، الديكور، غير الضغط العصبي، دخولك في شخصيه مش شخصيتك اصلا، كل الشخصيات، كل الناس بتتعب جامد جدا ورا الكاميرا. لان في الاخر العمل ده مش الممثل، انت عشان تعملي يوم تصوير بيبقى كم تجهيزات غير طبيعيه بيحصل، غير انك انت بتبقى لازم تكون مركز فترات ساعات كتيره قوي، ومحدش ليه دعوه بقى انت متضايق، عيان، يعني فيك محدش له دعوه باي حاجه. الناس في الاخر ليها علاقه بالشغل وانك انت تخلص شغلك. تقري وتعترفي ان باسم السمره لما قال ان نيلي كريم اتعلمت مني التمثيل انا وانتصار في ذات، كان عنده حق؟ هو بالتاكيد باسم فنان كبير طبعا، والاستاذه انتصار فنانين كبار وعندهم خبره اكتر مني في الوقت ده في التمثيل. والواحد يتعلم ده مش عيب يعني. من احلى المشاهد عملتها مع باسم، وباسم فنان كبير. لكن انا يمكن الوم باسم على كلمه يمكن هي طلعت منه، ان قال ما كانتش عارفه تقول كلمتين على بعض. كلمتين على بعض عندي انا في البرنامج، قال لي الكلمه دي ما كانتش عارفه تقول كلمتين على بعض. ف لا، انا قبليها كنت عامله اعمال مهمه واعمال كبيره، كنت بعرف اقول كلام كتير ورا بعض. بس انا متاكده ان هي طلعت من باسم بعفويه، لان هو فنان جميل وصديق، وقضينا ايام حلوه قوي في مسلسل ذات.
واه اتعلمت منه، وان احنا كان في بينا كيمياء حلوه جدا. كان في حاجه في الكواليس؟ ولا خالص بالعكس. طب ليه قال كده؟ ما اعرفش ليه باسم قال كده، بس الكواليس كانت جميله جدا بتاعت مسلسل ذات. انا بتكلم على نفسي يعني، بيني وبين باسم بالعكس كان كل خير، واستمتعت بشغلي معاه جدا. واكيد هو فنان كبير، وان الواحد يتعلم من فنان قصاده دي حاجه حلوه، ومش شايفاها حاجه عيب يعني بالعكس. مش زعلانه منه؟ لا مش زعلانه، عشان عارفه ان باسم طيب وابن بلد وجدع، وانا شخصيا ما شفتش منه حاجه وحشه الحقيقه، وما اعتقدش هو كمان شاف مني اي حاجه في التصوير وبعد التصوير، ولا بالكلام ولا باي حاجه. يعني ممكن نشوفكم مع بعض في عمل تاني؟ والله انا اتمنى، انا بحب باسم جدا يعني. الكلام ده هيتاخد عليكي؟ ما يتاخد عليا مشكله. تقري وتعترفي ايوه ان لو اتعرض عليكي دلوقتي فيلم الرجل الغامض بسلامته مع هاني رمزي، ايوه صعب توافقي بعد نجاحك الاخير؟ تقري وتعترفي انك خرجتي من احد عملك الدرامية وقلتي انا مش هشتغل مع الفنان ده تاني ابدا. بعض الاراء قالت ان فاتن امل حربي عانى من السطحية. سطحية؟ قلتي الوداع لفترة في حياتك ما بتحبيش تفتكريها اصلا. مين الشخص اللي ليه حق السيطرة الكاملة على نيللي كريم؟ السيطرة الكاملة؟ كاملة. البوسة مع هاني سلامة في فيلم انت عمري غلطة وندمان عليها؟ نيللي وجودك معايا النهارده في حبر سري غلطة وندمان عليها؟